Les coulisses, les coulisses. Oui. C'est méga pour les coulisses. Je suis là. Salam alaikum. ثم كتفرجوا في هذا الفيديو مرحبا بكم في القناه ديالي زكيه بسعود. اذا كنتوا اول مره كتفرجوا فيها فمرحبا بكم. الا جات على خاطركم ديروا لي سبسكرايب شير لايك المهم بطبيعه الحال اعجبكم المحتوى ديالي. دونك في هذا الفيديو فرحانه بزاف بزاف حيت جات الصديقه ديالي بعد عناء طويل ولقاء طويل وسنين زعما غير شهور هما ولكن بالنسبه لي كانوا سنين. دونك مرحبا بكم مريم فلاشين. الله يبارك فيك. دونك اليوم ان شاء الله غادي ندويو على موضوع اللي بطبيعه الحال انايا وليت كنختار اي واحد دار معايا لا فيديو وكنعطي هو اللي اختار الموضوع. دونك الموضوع هي مريم عاد سالي. بون السلام عليكم. الفكره ديال هاد لا فيديو جات غير هكا كاين كنشوجين ولا حاجه وغادي نهضروا سبونتانيمون غير نصيحه صغيره للناس اللي يلاه خداو لي ديبلوم ديالهم. دونك دوز واحد التجربه صغيره تجربه يعني جد متواضعه في بوست شارجي دو ريكروتمون وبغيت نبارطاجي هذاك الشيء اللي تعلمته انا معكم نتوما. بيتيتر يقدروا الناس ديجا عارفين هاد لي زانفورماسيون بيتيتر الناس يستافدوا منها يعني يكونوا محتاجين لهاد الهضره اللي غادي نقول لكم دابا. اول حاجه غادي نهضروا على انا خديت الدبلوم ديالي شنو غادي ندير مورا الدبلوم. بزاف ديال الناس كيطيحوا في واحد المشكل ديال انني ما لقيتش خدمه تنجلس تنعجز. كي اللي تيكون قاري شي حاجه بحال بزاف الدراري كيكونوا محتاجين انهم يخدموا تيمشيو يديروا ميكانيسيان ولا يديروا شي حاجه هادشي كيبقى مزيان ولكن من الاحسن انني نركز على هذاك الشيء البوان فور ديالي يعني هذاك الشيء قريتو ومتمكنه منه ياك نمشي ندوز فيه ستاجات ونطور راسي فيه احسن من انني نمشي نضيع الوقت وانا نجلس ونقول ما كايناش خدمه ولا ماشي بزاف كيطيحوا ملي كتجلس وما كتقول ما لقيتش خدمه كتعرف مشاكل اخرى كي واحد ستريس واحد العذاب النفسي كيدوز منه الانسان فريمون هي مرحله عاديه كيدوز منها اي واحد ولكن نعاون راسي نخدم على راسي. المهم المرحله ديال لي ستاج نهضروا على المرحله ديال لي ستاج. المرحله ديال لي ستاج مهمه بزاف ماشي الغوكريتور فاش غادي يخدمك غادي يقدر يسولك هاد القضيه ديال اشنو كنتي كدير هذيك الفتره انت ما بين جالس فوالا ما بين فاش كنتي جالس وغادي تخدم اشنو كنتي كدير. دونك هنايا خاصك تجاوبو شنو كنتي كدير. كنت جالس من الاحسن نعمر وقتي بلا ستاج هما استفاده وكتحسب اكسبيريونس بزاف ديال الحين كتحسب اكسبيريونس. لي ستاج ماشي كلشي كنستافد منه امتى كنستافد وامتى لا كنستافد فاش انا كندير هذاك الانيشياتيف فاش هما تيشوفوني بلي انا ما جيتش باش نتحسب ليا في السيفي بلي دوز ستاج جيت باش نتعلم جيت باش ندير لكم القوق ندير لهم القوق في راسهم باش يعلموني فهمتي ماشي حيت بزاف ديال الناس الله يسمح ليهم تيبقاو جالسين في البيرو تيديروك انك انت كاع ما كاين اصلا ماشي ما كيعطوك حتى شي طاش ولا كيعطوك طبع لينا هذه شي حاجه اللي انت ما تستافدش منه. دونك انت خاصك تمشي توقف تسول عفاك بغيت هادي عفاك شنو ندير عفاك نعاونك في هادي نهار الاول نهار ثاني نهار ثالث راه غادي صافي غادي تولي كدير الخدمه اللي كيدير هذاك السيد في هذاك لو بوست فهمتي غادي تولي عارف الاسرار ديال هذاك البوست تولي يكون حطوك في بلاصتك وكون خدمتي انت فهمتي. هادي نقطه. النقطه الثانيه في لو سي في دابا انا فاش كيكون عندنا ان بوزون في واحد لو بوست كيوصلوني اكثر من 200 سي في وخاصني نقرا هذوك لي سي في. انا الصراحه ما كنتش الخشونه ما كنقرا هذوك لي سي في واخا تكون البريزونطاسيون ديالو خايبه ولا تنقرا ولكن النصيحه راه ماشي لي ريكروتور كاملين غادي يقراو والا انا وصلوني 200 سي في راه كاين اللي كيوصلوا 1000 سي في راه ما يمكنش يقراهم كاملين ولا فهمتي صافي تيبان لي سي في مثلا فيهش التصويره سي في لا علاقه سي في ماشي بروفيسيونيل ما تضيعش معايا الوقت فهمتي. حاولوا لو سي في هو ليماج ديالك. دابا انا ما تنعرفكش انت انا بغيت نخدم الناس انا ما تنعرفكش انت ما تنعرفش وجهك ما تنعرفكش بيرسونيلمون اشنو كتعطيني كتعطيني لو سي في ديالك اللي هو وجهك فهمتي يعني انا كنتخيل لك من هذاك لو سي في. طبعا ما نكذبش في لو سي في حيت فاش غادي تجي غادي تبان
لا لو سي في ما نكتبش فيه حيت فاش غادي يجي دوز اونتروتيان غادي تورق معقول غادي يسولك على داكشي اللي في لو سي في فهمتي حاول انك لو سي في تكون صريح فيه ولكن يكون هذاك لو سي في يعني بيان بريزونتي وسامبل في الوقت بروفيسيونيل وخفيف ظريف ما خاصش يكون فيه دوك لي كولور وكذا بحال هكا شي واحد لو سي في صورته واحد اللعيبه داير الفوق ديال صورته وداير بحال زعما هذاك بحال قصه هذاك زعما هو اللي كيهضر زعما هو اللي كيهضر ديك اللعيبه اللي كتكون بحال الصحابه صافي عطيتهم غير الشكل شي باش كان غنخليها لكم هنايا عرفتي المهم انا ضحكني على ديك الساعه صورته صورت صورتي على ديك اللعيبه صورتي غير اللعيبه ديال كتشوفي سيمي اش فريمون غراف هاد اللعيبات ولا التصويره دايرها انا حدا طوموبيل بحال هكا ولا شنو زعما عندك طوموبيل نخدمك سي با دو سو بروفيسيونيل دونك خصنا هاد لي بوين خصنا نهضوا لهم البال بزاف فهمتي انا قلت لك ما كنديش الخشونه كنحاول نقرا سي في كنقول كنقول يقدر يكون واخا لو سي في ماشي ماشي مقاد داكشي اللي كنتقدر تكون عندو تجربه ونقدر نفهم مؤخرا سميتو لي سي في من تجربت كنت هي بديت كناخذ لك كيفاش نصوب السي في ديالي انا براسي المره الاولى ما كنتش كنصوب فيه حتى شي حاجه كنت كندير القوات لي كولا على درجه قلت لي واش التليفون فلو التشكيليه دونك خصك تكون يقدر سي في يكون على حسب داكشي ولكن الدومين ديالك فهمتي ما علينا هادشي بين قوسين لعبوا على ليكسبيرونس حيت انا فاش كيجيني سيفي كنمشي مثلا انا بغيت واحد ديجون باك بلس 5 كنمشي كندخل تيبالي باك بلس 5 يعني سبيسياليتي اللي بغينا ديريكتومون كنمشي ليكسبيرونس ديريكتومون كنمشي نشوف ليكسبيرونس ديالو كنشوف لي زونتربريز اللي كنخدم فيهم داكشي شحال ديال ليكسبيرونس كندوز شحال هادي هذاك الشيء هو اللي كنركز عليه صافي تيبان ليا ليكسبيريونس مزيان كذا تمشي ندوز لي كومبيتونس هنا كندوز لي كومبيتونس كنشوف لي كومبيتونس ديالو كنشوف باللي السيد مزيان اونجستري فهمتي يعني هادو هما الخطوات اللي كنمشي عليهم التصويره كذا 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 قدر تبان لكم شي حاجه اللي ثانويه ولكن راه مهمه لانه من بعد مثلا ما اختاريت من هذيك 200 سيفي ولا سميتو اختاريت 10 ديال لي سيفي ياك يعني عندهم نفس التجربه كاملين مثلا 3 اون ديال ليكسبيريونس عندهم لي كومبيتونس تبارك الله فورماسيون كاملين مثلا ماستر كذا اشنو كندوز تما هنا فين كندوز نشوف كنشوف التصويره ديالو كنشوف سيفي مقاد مزيان يعني بما انه راه اورغانيزي وداكشي راه يعني هذاك السيد راه اورغانيزي فهمتي هكا هكا هو المنطق باش كنمشيو كيفاش كنبقى نختار بيناتهم هذوك الناس كندوز مثلا لي لونغ داكوغ تنشوف هاد السيد خطير في لونغلي تبارك الله عندو ان بون نيفو واحد لا ما عندوش حتى نختار هذاك اللي عندو ان بون نيفو وكنحتاجو لونغلي في لونتربريز يعني كلشي واحد كيميتريزي لونغلي عندنا واحد السيد فهمتي يعني هذا بوين دو بلوس ليه ثاني حاجه مهمه 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 بزاف لافورماتيك نكون كنميتريزي البوكي ديال الاوفيس باوربوينت وورد اكسل اكسترا هادشي خصني نكون هادشي يعني شي حاجه دابا بازيك بزاف بازيك خاص تكون عند اي واحد فهمتي باش نتعلم ماشي ضروري ندخل ليكول ولا كذا الناس مثلا اللي في 5ام دابا يقدروا يشوفوا هاد لا فيديو انا من 5ام بدا ندير دي اكسبوزي كنصايب واحد الدرابو كنصايب تما فين كتعلم فوالا حتى انا اول مره اكسبوزي ما كنعرفش عطانا استاذ اكسبوزي دخلت يوتيوب دابا تبارك الله راه ما تعلم وهذا عاوتاني لي لوجيسيال على حساب السبيسياليتي يعني كل سبيسياليتي ناس كيخدموا بواحد لوجيسيال مثلا ناخذوا كونتابيليتي كذا كاين المحاسب لا سيج تيخدموا به ناس ديال كونتابيليتي دونك خاصك تكون كتميتريزي فهمتي يعني كل بوست راه كاينين لوجيسيال علما راه كاينين متنوعين كل على حسب الشركات مثلا فهمتي هذاك الانسيستم ما فهمتش ولكن تيبقى شي حاجه اللي كاينه تقريبا اغلبيه صح فهمتي اغلبيه نفس لوجيستيك يخدموا به اغلبيه فهمتي هذوك الشركات كبار كياخذوا انسيستم د انفورماسيون اللي فيه لي كاركتيرستيك اللي بغاو هما يعني كيتصايب ليهم خصيصا ليهم فهمتي صح مهم هاد القضية ديال الانفورماتيك مهمة صراحة لأن كلشي دابا ولا ديجيتاليز فهمتي يعني الشركات دابا لو بيت ديالهم أنهم يحاولوا لو ماكسيموم يقللوا من الوراق يديروا زيرو بابي أي حاجة كتخدم كلشي عنده بواط إيميل
بواط ايميل ديالو. انا غادي نصيفط ميساج. انا مؤخرا ما بقاش كيخدموا دابا اغلبيه ديال الشركات غاديين في هذا سميتو في الكوتي. حنا عارفين باللي بزاف ديال الناس ولاو كيهتموا بالبيئه بزاف من بعد هاد المشاكل اللي ولاو كيوقعوا بزاف ديال الشركات لانه فريمون فريمون الا قريتو غير شويه على البيئه فين واصله راه غادي تخلعوا تخلعوا شويه تخلعوا حيت الامور غادي كدور. بقى عاقله انا كنت كنقرا ديك الساعه في الباك وكانت واحد الاستاذه ديال السيونس قالت لي نعقلوا في 2024 بحال هكاك البيئه غتضرر بزاف. داكشي علاش نتوما مابقاش تلوحوا الزبل في الارض لدرجه من داك النهار انا مابقاش كنلوح الزبل نهائيا وليت لدرجه بقيت كنجبد جيوبي غير باش نلوح حتى شي فوق كنلوح. هذا الموضوع خاص بزاف وشتي كون كنت انا في يوتيوب ولا كندير فيديو غادي نهضر على كيفاش ممكن ندوز نهار باقل ضرر. هاد ليدي حاولي تخدمي ان شاء الله. غادي نعطيك دي كونساي هكا زوينين بزاف. اقل ما يمكن فاش نبين حك سناني نستعمل كاس في بلاصه ما نحل الروبي. اقل ما يمكن زائد هادشي قبل ما كنبقاش وما نقولش باللي راه البيئه مضره ماشي انا اللي مضره. لا لا التغيير كيبدا من نفسي فوالا. يعني الا كل واحد فينا بدا شي غير نفسه غادي تاثر على المجتمع فهمتي. المهم هذا سوجي اوخ بارونتيز بارونتيز غادي زكيه تهضر لنا على الاكسبيريونس ديالها في ستاج وكيفاش كدوز الامور كذا وكيفاش نفع الستاج. المهم نهضروا على هاد لي تخيك بالنسبه للناس اللي يلاه خداو لي ديبلوم ولا يلاه تيقلبوا اي يحتاجوا فريمون غادي يحتاجوا لدي كونساي هكا. ما كرهتش كل واحد نجلس حداه ونهضر معاه نقول ليه انت شوف شنو ديري شنو تحتاج شنو فوالا. دونك ندوزو لا بار ديالي.